وفي نشرتنا بعد الفاصل. الرئيس بارزاني يرى أن حل القضايا في المنطقة يكون من خلال التفاهم والسلام والإجراءات الديمقراطية والحوار. ومدير زراعة نينوى يتوقع أن يصل إنتاج الحنطة لهذا الموسم لقرابة 2 مليون طن. بدء تدريبات الأسد المتأهب العسكرية في الأردن بمشاركة 33 دولة. قتلى وجرحى جراء قصف طال مبنى سكني بهجوم يوصف بالأكثر دموية على مدينة بنغلور الرئيسية. و41 قتيلا ومفقودون ومصابون جراء فيضانات وتدفق قمم بركانية في سومطرة الإندونيسية.